أنا أقص لكم حكاية لها أكثر من 40 سنة، رأيتها بعين وربما قلتها في مؤتمر معين أو لا. هذه القصة واقعية. عندنا في قبل محطة قطار القاهرة الرئيسية، في محطة اسمها محطة الجيزة، قبلها بتاع 20 كيلو أو 25 كيلو، القطارات تتوقف في، طبعا انتم عارفين الممرات اللي اسمه مزلقان اللي هو الناس بتمر عليه، كان يغلق ببوابات، ثم بعد ذلك رفعوا البوابات في اجراس الناس تعرف ان القطار قادم، فالناس تتوقف من هنا وتتوقف من هنا. توقفنا بالسيارة، في ناس وناس سيارات كثيرة وناس تقف ودراجات وغيرها، والناحية الثانية سبحان الله جاء رجل متهور يركب سيارة عليها بضائع ويمر عبر قضبان القطار يريد أن يعبر الطريق الثاني، فسمع صوت القطار من بعيد صفير رهيب، فارتبك الرجل فتوقفت منه السيارة فوق القضبان والقطار آتي. الناس بسرعة فتحوا باب السيارة وأخذوا الرجل بسرعة وأوقفوه بعيدا عن القطار، وجاء القطار ليأخذ السيارة أمامه بما فيها وعليها من بضائع. يطير إطار السيارة إلى أعلى لمدة يعني عدة أمتار، هنا واقف 100 شخص وهنا 100 شخص، عدة سيارات، وينزل الإطار على رأس سائق السيارة فيموت فورا هو نفسه. هل يغني الحذر من قدر؟ يعني هو أخذ ليكون بعيدا عن الموت وبعيدا عن حادثة القطار، لكن ليس مكانه أن يأتيه ملك الموت وهو على مقود السيارة، ولكن يأتيه على يعني بعد بضعة أمتار وواقف بين الناس الذين حرصوا على أن ينقذوه من موت محقق. فإذا الموت محقق، إذن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أبداً.